يلا بينا هنخش بقى على برج الحوت. الحوت طبعا كان عنده معاناة فظيعة في 2023، احنا عارفين ده، لأنه زحل زي ما جالك من يوم 7 مارس تقريبا، خرج تاني من عندك في نوفمبر، الدنيا ابتدت تتعدل معاك شوية نوفمبر، رجع له تاني ورجع لك تاني زحل. زحل قاعد معاك شوية حلوين، يعني كويس قاعد معاك حبة حلوين. زحل من الأبراج عامة اللي احنا بنخاف منها، لأنه برج الثواب والعقاب، برج متعب، برج مش سهل التعامل معاه، برج قوي، لكن انت اللي بينقذك يا حوت ان انت المشترى اللي هو كوكب السعد موجود في ابراج قريبه منك، موجود في برج الثور وبعدين موجود في برج الجوزاء، موجود في بيتك الاول وبعدين موجود في بيتك الثاني. يا حوت خليك دايما صحيح، خليك ماشي في الصح، ما تعملش حاجه في السر، اي حاجه هتعملها في السر هتتكشف، اي حاجه انت هتحاول تخبيها هتبان، لانه زحل ما بيسيبش، زحل على طول بيبقى ماشي بيراقب كده في اللي حواليه، فتخيل هو عندك انت هيعمل فيك ايه؟ هيطلع كل اسرارك. فحاول ان انت يعني خبي الحاجات الكويسه، بس حاول ان انت ما تعملش حاجه في السر تكون قلقان ان حد يكتشفها، لانه لو هنتكلم في الناحيه العاطفيه انا طلعلي ورقتين، الورقه الاولى طلع اللي هي الفايف سوردز او الخمس سيوف، والورقه الثانيه طلع ذا فول او اللي هو احنا ممكن نسميه احنا بنسميها ورقه القدر او ورقه ال هو مش هقول الشخص المجنون او الشخص اللي مش عاقل او الشخص الاحمق، انا ما بحبش اسميها كده. انت عاطفيا يا حوت، انا عارفه ان انت عاطفيا السنه دي ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لك، وعارفه ان 2024 انت برضو قلقان ان يحصل فيها حاجه عاطفيه، انا بقول لك ما تقلقش، لانه اي حاجه هتحصل انت هتبقى خير ليك، انت دايما مسلم امرك لله، مهما كان حاصل مهما كان موجود احنا كلنا في الاول وفي الاخر سايبينها على الله، فسيبها كده على الله اكتر، لانه عاطفيا انت ممكن يبقى عندك شويه عكوسات او ممكن يبقى عندك شويه بلبله، شويه حاجات كده مش هتبسطك، شويه خناقات مناوشات حاجات زي كده، والسنه الجايه هيبقى عندك رزق كويس ان شاء الله باذن الله وكل حاجه، بس خلي بالك القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود، يعني لما يجي لك فلوس ما تروحش تصرفها بسرعه وتفرح قوي يا حوت يا حوت نفسك يا حوت، الحيتان يخلوا بالهم من نفسهم جدا، بلاش تعملوا اي حاجه في السر ارجوكوا.